ونبقى في أخبارنا المحلية، حيث افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل الملتقى الخيري الطبي الذي نظمته مديرية أوقاف الصيفة في لجنة خدمات مخيم حطين. واشتمل الملتقى الذي شارك فيه العديد من أبناء المجتمع المحلي على يوم طبي مجاني استفادت منه جميع الشرائح، سواء بالأدوية أو العيادات، إضافة إلى توزيع معونات ومساعدات نقدية للأسر العفيفة والأيتام وطلاب الجامعات. ملتقى خيريا وطبيا في لواء الرصيفة اشتمل على تقديم مساعدات مالية لحوالي 400 أسرة، كما اشتمل على تقديم مساعدات نقدية لخمسين طالب جامعي وكذلك لخمسين يتيم. كما اشتمل هذا اليوم على إقامة يوم طبي مجاني استفاد منه أبناء اللواء في مختلف التخصصات، وقد حظي هذا اللقاء حقيقة بتفاعل ورضا أبناء اللواء وبتشريف وحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.